تدرك الجماعة قبل تسليمة الإمام الأولى؟ نعم، تدرك الجماعة قبل تسليمة الإمام الأولى. يعني لو جئت المسجد وقد أقيمت الصلاة والإمام في التشهد، كبرت وجلست معهم في التشهد، أدركت الجماعة، يعني تعتبر الصلاة بالنسبة لك أداء وليست قضاء. إذا جئت قبل أن يسلم التسليمة الأولى فصلاتك أداء وليست بقضاء. والقول الثاني في مذهب أحمد أنها قضاء، لا بد من إدراك ركعة، وهو قول مالك. الإمام مالك يرى أنه لا بد من إدراك ركعة كاملة، يعني بركوعها، حتى تكون مدركا للصلاة. إذا لم تدرك الركوع تكون صلاتك قضاء وليست أداء، لا بد من إدراك الركوع عند الإمام مالك. وأحمد في رواية يوافق الإمام مالك في هذا. والرواية الثانية المشهور في المذهب أنه طالما أنك كبرت تابعت الإمام قبل أن يسلم التسليمة الأولى فأنت مدرك لصلاة الجماعة. نعم.